السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنشتغل الغرزة العدلة بس بإبرة الكروشيه العادية بتاعتنا. نبتدي مع بعض. الخيط ده يا جماعة عامل زي خيط السلسلة اللي هو موجود حاليا، بس ده كان بيتباع بكر. طبعا هجيبها من فترة طويلة، بصراحة حلوة قوي في شغله. ان شاء الله اسألكم على اسمه واكتبه لكم ان شاء الله على صفحة الفيس. هنعمل اي عدد من السلاسل. طبعا الغرزة دي ليها عيوب وليها مميزات زي ما ذكرت لكم من قبل. عيوبها ان هي لازم تشتغليها على المقفول، لازم توسعي ايدك قوي 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 وانت شغالة، يعني ما ينفعش تضيقي الغرز بتاعتك لانها تتعبك جدا 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 عشان تاخديها من على الابرة. فيفضل يعني ان انت تكوني موسعة ايدك. اي عدد من السلاسل، شايفين الحجم اللي انا عاملاه، شغاله بابره رقم 9. تمام، قفلت الصف بتاعي بمنزلقه. ابتدي بقى اشتغل غرز حشو في كل الغرز اللي انا عملتها. طبعا وسعي ايدك على قد ما تقدري لانه زي ما قلت لكم كمان ليها عيب تاني. يعني خلينا الصراحة كده مع بعض. العيب التاني اللي فيها ان انت لازم تشتغليها اسطواني، ما ينفعش تشتغليها على المفروض. ده طبعا عيب من عيوبها، بس ليها برضو زي ما ليها عيوب ليها مميزات. يعني الغرزة دي مش بترول زي الغرزة العدلة اللي احنا بنشتغلها بالتونسي. تقدري تعملي بيها حاجات كتيرة، يعني تقدري تعملي بيها ايس كاب، تقدري تعملي بيها جوانتي، تقدري تعملي بيها بلوفر على المقفول، غرزتين مع بعض، بمعنى ان انت تشتغلي من تحت بديل الغرزة العدلة اللي احنا شغالين فيها دي، وتشتغلي من فوق الغرزة تانية بالكروشيه العادي برضو. يبقى البلوفر عندك مقسوم ما بين غرزتين. ففي كذا حاجة تقدري تعمليها، وده طبعا بديل كويس. توسعي ايدك على قد ما تقدري. شايفين انا اصلا مش بشد خالص، يعني اشتغلنا كده غرز حشو في كل السلاسل اللي احنا عملناها. هقفل الصف بتاعي بمنزلقة. ارتفع سلسلة، تعالوا بقى بصوا. شايفين هنا المفروض ان احنا بندخل هنا ما بين كل غرزة وغرزة وبنعمل غرز حشو تانية وهكذا. هي برضو غرز حشو، بس اللي هنعمله ان احنا هنشتغل في العمود اللي ما بين كل غرزة حشو والتانية، مش الفراغ. بمعنى شايفين البتاعة دي اهي، العمود اهو، في حاجة كده زي حرف الفي او السبعة دي اللي احنا هنشتغل فيها. ندخل الابرة بتاعتنا فيها ونسحب ونقفل الغرزة بتاعتنا. مفيش اسهل من كده. هي دي الغرزة بتاعتنا يا جماعة، يعني ما فيهاش اي حاجة صعبة. طبعا انا دلوقتي لو مضيقة ايديا هتعب قوي قوي قوي، يعني لو قعدت دلوقتي اشد الغرز بتاعتي هتعب. طب انا عايزه الغرز تكون مشدوده، ومش هينفع ان انا اعملها تبقى مرتخيه كده ومش تبقى عجباني. ضيقي الغرز بتاعتك، ولما تيجي تسحبي، بصي يعني لما تيجي تسحبي من الغرزه بتاعتك من هنا، اسحبيها برقم اقل من الابره اللي انت شغاله بيها، وارجعي ايه، ارفعيها على الابره بتاعتك واسحبي. فاهميني كده؟ ايه، واقفل الغرزة بتاعتي. ده طبعا ايه، بإبرة تانية تكون اقل مقاس، يعني بحيث ان انت تسهلي على نفسك وصوابعك ما توجعكيش. طبعا
ان انتي بتقعدي تدوري على الغرزة كده، ده في اول صف بس، يعني بعد كده هتبقي خلاص الغرز بتاعتك اتحددت معاكي ومش هتتعبي فيها ان شاء الله. شايفين؟ وصلت طبعا لأول أول غرزة عملتها، هسحبها منزلقة، بسحب المنزلقة بالأسلوب العادي، مش بقعد إن أنا زي مش زي المنزلقة اللي بنعملها في الدايرة اللي هي الدايرة العادية يعني، فهتبقى سهلة معاكم إن شاء الله. شايفين؟ بصوا بقى دلوقتي ال V بتاعتنا أو السبع بتاعتنا ابتدت ان هي تبقى بارزة قوي عن الصف اللي قبله، فانت خلاص بقى يعني فعليا او تلقائيا بتدخلي فيها وبتسحبي غرز حشو، وهي دي يا جماعة الكنت ستيتش او بديل الكنت ستيتش اللي هي بالابرة التونسي، وهي برضو على فكرة يعني يطلق عليها الغرزة العدلة. ليها عيب كمان نسيت اقوله لكم، انه لما بتيجي تخلصي بيبقى فيه زي العواميد دي مش بتبقى واقفة كده زي الغرزة العدلة العادية، بيبقى فيها نسبة ميل بسيطة. طبعا لو الميل ده مش مضايقك او مش فارق معاكي فكده يعني الغرزة دي مناسبة جدا لاستخدامك، وتقدر ان انتي تستخدميها بديل للكنت ستيتش اللي هي التونسي. شايفين؟ اهو طبعا بطريقة اوضح. بصوا انا بدخل في الفيديو بالظبط، هنا لازم يكون ورا، شايفين فين؟ في نص العمود بالظبط اللي هو ماسك كل سلسلة والتانية، وبسحب واقفل الصف بتاعي. مرة كمان، شايفين اهو العمود اهو قدامي، بأدخل فيه. بصوا يعني لازم اتأكد ان انا دخلت في العمود نفسه، طبعا الكنت ستيتش بتاعتنا هنا ما نقدرش ان احنا نستخدمها على الظهر، يعني وشها طبعا مش زي ظهرها ده طبيعي، بس يعني الظهر بيبقى باين انه ظهر مش زي الكنت ستيتش التانية، بتديني شكل مختلف في ظهر الغرزة. فاحيانا يعني واستخدمناها كتير ان انا ممكن البس الايس كاب بتاعي على الوش والظهر مثلا، زي ما عملناها في الايس كابات اللي عملناها دي. طبعا مش هينفع تعملي فيها كده، يعني يبقى بس استخدمها وش بس. اهو بصوا مثلا الغرزة دي معايا ضيقة، هسحب الخيط بالإبرة اللي هي الصغيرة وارجع بعد كده اسحبه بالإبرة الكبيرة. بدل بصوا بدل ما اقعد اعمل كده واتعب دماغي، اهو وقت ما تحبي تنفذيها نفذيها على حاجة بسيطة خالص، وشوفي يعني كوني رأيك الخاص فيها وابتدي ان انتي اشتغلي بيها لو عجبتك. ارتفع سلسلة، ابتدي اشتغل كل مرة في العواميد دي لحد ما اكبرها، وارجع لكم ان شاء الله لما نكبرها ونشتغل اخر صف مع بعض. دي كده اخر حاجة في الغرزة بتاعتنا. منكم اللي اشتغل الغرزة دي في الحاجات اللي هي خاصة بالباسكت، ارتفع سلسلة كمان واقفل، بس اكيد طبعا مش واخدين بالكم منها، هي نفس الغرزة على فكرة، ما فيهاش اي اختلافات. شايفين؟ ده العيب الوحيد اللي فيها ان هي بتبقى
السنابل بتاعتها او شكل الغرزة العدلة بتاعها بس في ميل بسيط، لكن هي جميلة ومتينة، وتقدري تفبركيها على حاجات كتيرة في الملابس غير الباسكت، ومميزة يعني. بكده نكون خلصنا النهاردة غرزة الكنت ستيتش او الغرزة العدلة بالإبرة الكروشيه العادية. لو عجبكم لايك وسبسكرايب وفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامة.